قال بن هاشم رعى الله زمان. طبعاً ثلاثة أبيات بنجيبها الآن للحبيب العبد الحبيب المنصب عبد القادر بن محمد بن علي جد الحبيب إبراهيم. كثير ناس يسألون حق من القصيدة، ثلاثة أبيات الآن بنجيبها حق الحبيب عبد القادر المنصب. قال ابن هاشم رعى الله زمان يا صمد عود زماني حياتك الجمال مريم والقرن والواديان يا الهلال وين تشرق وتغرب منين. قال بن هاشم رعى الله زمان we
القصص سمعون تلحق عيال الضباب وفي وسط سهون يا علوي جمال
ترى قلبي افتتان في ضباس في الجود هربان يا ليالي وين تشوف وين تروح يا ناعز ويا محلى الوجان يا غزل حبك عاراني حي ربات الجمال في الطويل اللي بها كل زال الليالي وين تشوف وين تروح وعشوق رباني جان هاك مني حذر من نسر عين الهلالي وين تشرب وين تغامل غني يا حبان هيج للشجان غني يا حبان هيج للشجان ريض المعنى قبالي لي بدت في حالي يا غالي